السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات سهام سكيتشن. اليوم إن شاء الله نقدم لكم هاد السلطة اللي هي بالدجاج، كتجي خفيفة بزاف وكتصلح تديوها معكم الخدمة، وكذلك كتصلح كوجبة غداء يعني متكاملة ولا في سناك. تابعوا معايا المراحل وغادي نوريكم بعض المعلومات اللي غادي نقدمها مع هاد السلطة، يعني بعض المنتوجات اللي غتقدروا تشريوهم من هنايا من الديار الأمريكية. هانتوما شوفوا معايا، اول حاجة شملت هاد الدجاج، هذا الصدر ديال الدجاج قطعته مربعات صغيرة بحال هاد الشكل، وهذه هي السيزنين ولا العطرية اللي درت، هما هادو كيكت اب تشيكن سيزنين، هادو فين نو عدد ام سي جي، المهم هادو فين ما مشيتو غتلقاوهم. والناس ديال المغرب ديروا اي عطريه بغيتو ديروها للدجاج، ما كاين حتى شي اشكال. درت هنا 3 المعالق كبار ديال زيت المائده ديال الزيت، وغادي نقطع هاد الدجاج اللي شرملت. من الاحسن الدجاج تشرملوه يعني مده على الاقل تخليه واحد ربع ساعه هو مشرمل صافي. وغادي نطيب هاد الدجاج بهاد الزيت بحال هكا، خصيته مزيان حتى ما يبقاش فيه قطره ديال الماء يكون داخل الطياب. قبل ما نكمل الدجاج غنديرو طريف صغير ديال الزبده، لان يعني الزبده كيجي شويه ناشفه، ندير طريف صغير ديال الزبده باش يجي التيب. قبل ما يكمل الطياب ديال الدجاج غنحط طريف ديال الزبده. المهم انا كل مره غادي نبدا شي حاجه غنحط مع المنتوج. هاد هي الزبده العبار هاد المغرب انصالتد يستمين بعض البيئة هذه، وهذه الزبدة كنقدر أنا نفرشو راه كاين جميع المحلات. هذه المعلقة ديال الفرشة، عندي واحد نص معلقة صغيرة ديال الزبدة، غادي نخلي هاد الزيت بحال هكا خفيفة مزيان، ميبقاش نهائيا لا ما لا كل شي حاجة. بالنسبة لهاد السلطة غادي نستعملو أول حاجة الخس. أنا استعملت اليوم الأيسبرغ قطعتو على هذا الشكل هذا، كذلك غنستعمل هذه المطيشه اللي كتكون صغيره قطعتها على جوج كيف كتلاحظوا معايا، موجوده في جميع المحلات. كذلك غنستعمل درايد كرامبيريز، يعني الكرامبيري اللي كيكون جاف، موجود في جميع المحلات طبعا. بالنسبه للدجاج راني وريتكم كيفاش صيبناه، وغادي نستعمل كذلك جريتد بارميجان تشيز غادي نديرو فوق السلطه. كذلك بالنسبه يعني الدريسين غادي نديرو انا الايطاليان دريسين ديال اوليف غاردن ولا البلساميك فينيغريت، ويمكن لكم تستعملوا اي دريسين كتبغيوه فوق هاد السلطه هذه، يمكن لكم ديروا حتى المايونيز ولا اي دريسين كيعجبكم ديروا فوق السلطه. بالنسبه لطريقه تقديم هاد السلطه كنقدموها على هاد الشكل هذا، درت الخس والدجاج اللي طيبت وكذلك داك المطيشة ودراي كرامبيريز والكاشو، وغادي ندير من فوق منها البارميجان تشيز على هذا الشكل هذا. هذه سلطة كتجي صراحة رائعة وخفيفة، وطبعا غادي ديروا الدريسين اللي حبيتو. كذلك هذه السلطة كتجي زوينة الصراحة، الناس اللي خدامين كتجي يعني مزيانه، كتديوها معكم للخدمه صحيه ومتكامله ما فيهاش بزاف ديال على بركه الله. ملخص هذه الحلقه كان عباره عن سلطه خفيفه ديال الدجاج. المهم المعلومات اللي قدمت معها هو داك العطريه اللي قلت لكم هذيك، وكذلك هاد الزبده اللي هي بحال زبده المغرب ديال العبار، يعني اللي ما فيهاش الملحه. اللي غتركزوا عليها هي ان تكون مكتوب عليها ان سالتد بادر، وهذه الزبده انا واخداها من كوسكو المحل ديال الكرون، ويمكن لكم تاخذوها من جميع المحلات الامريكيه والمارت تارجت من اي بلاصه. كذلك قدمت لكم هاد الجوج ديال الانواع ديال الدريسين، اوليف غاردن بالساميك فينيغر والكاشو، انا خديتهم كيركلاند ماركه زوينه ومعتبر. نتمنى ان هذه الحلقه ديال هذه السلطه تكون راقت الاعجاب ديالكم، وهذه المعلومات اللي قدمت لكم انها تكون في يعني عند حسن الظن ديالكم. مرحبا بتعليقاتكم وشكرا على المشاهده.